أعزائي طلاب الماجستير المهني، تحياتي لكم جميعا. أنا الدكتور عادل رمضان الزيادي، القائم بتدريس مادة استراتيجيات المنافسة في الأسواق العالمية. فيما يلي عرض لبعض استراتيجيات المنافسة في الأسواق العالمية. 1. استراتيجية المنافسة العالمية على قياس الوقت. 2. نموذج الساعة الاستراتيجية. 3. استراتيجية المحيط الأحمر. 4. استراتيجية المحيط الأزرق. 5. استراتيجية اليابان لغزو الأسواق العالمية. 6. استراتيجية القيادة. 7. استراتيجية التحدي. 8. استراتيجية التبعية. 9. استراتيجية التجنب. فيما يلي عرض لتلك الاستراتيجيات السابقة. 1. استراتيجية المنافسة العالمية على أساس الوقت. تعتمد هذه الاستراتيجية في كثير من الشركات في العديد من الصناعات على سرعة تقديم المنتجات الجيدة إلى الأسواق وسرعة الرد على تحركات المنافسين للحفاظ على الميزة التنافسية لها في الأسواق العالمية ويتيح لها الوجود على الساحة العالمية وسرعة الرد على تحركات المنافسين حيث يمكن للشركة الاعتماد على الأفكار والموارد الطبيعية والموارد البشرية من أسواق دولية عديدة. يمثل نموذج الساعة الاستراتيجية الذي وضعه العلماء تطورا لسلاسل الاستراتيجية التنافسية العامة التي وضعها بورتر من خلال ممزجتها على وفق بعدي المحور الأفقي والمحور الرأسي. المحور الأفقي يتمثل في السعر، المحور الرأسي يتمثل في القيمة المضافة المدركة من قبل العميل، وتشير عقارب الساعة إلى ثمانية اتجاهات كما يتضح من الشكل التالي. ويوضح الشكل التالي نموذج الساعة الاستراتيجية، وفيما يلي توضيح للاستراتيجيات المتواجدة في الشكل السابق. استراتيجية السعر المنخفض والقيمة متدنية تشير إلى الحد الأدنى لبعدي السعر والقيمة المضافة مع التركيز على جزء محدد من السوق مع تدني نوعية الخدمات والمنتجات وتلبي احتياجات الدخل المحدود. 2. استراتيجية السعر المنخفض تكون القيمة المضافة متوسطة مع تدني السعر وتبحث عن ميزة متقدمة على المتنافسين. 3. استراتيجية الهجينة أو المختلطة يكون السعر منخفض ولكن القيمة المضافة عالية وهي مناسبة مع استراتيجيات الشركات اليابانية لأنها تبيع بأسعار منخفضة. استراتيجية التميز تتميز هذه الاستراتيجية بتقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية أسعار منخفضة تتقارب مع أسعار المنافسين لتحقيق حصة سوقية أكبر لبيعاتها. 5. استراتيجية التميز المركز تتميز هذه الاستراتيجية بتقديم خدمات عالية متمثلة في السعر والقيمة المضافة العالية وتخاطب شريحة محددة من العملاء مثل عملاء السيارات المرسيدس وبي ام دبليو. استراتيجيات الفاشلة تتمثل في استراتيجيات 6 والسبعة والثامنة حيث تمثل السعر العالي والجودة المتدنية. 3. استراتيجيتي المحيط الأزرق والمحيط الأحمر. استراتيجية المحيط الأزرق تركز على الآتي: 1. ابتكر وافتح سوقا جديدة لا منافسة بها. 2. رفع قيمة المنتج مع خفض التكاليف ابتكار القيمة. 3. انشئ واحصل على طلبات جديدة. 4. موائمة كافة الأنشطة التشغيلية والوظيفية للشركة سعر التميز والتكلفة المنخفضة. أما استراتيجية المحيط الأحمر تركز على الآتي: ادخل في منافسة بأسواق جديدة. 2. المقايضة بالقيمة مقابل التكلفة. 3. استغل الطلب الحالي. 4. موائمة كافة الأنشطة التشغيلية والوظيفية للشركة مع خيارها الاستراتيجي التميز أو التكلفة المنخفضة. نلاحظ كده استراتيجية المحيط الأزرق بتناسب المنظمات اللي إمكانياتها متوسطة، استراتيجية المحيط الأحمر تناسب المنظمات اللي بتكون إمكانياتها متميزة وعملاقة.
العقبات التي تواجه استراتيجية المحيط الأزرق عقبات معنوية متأثرة وترتبط بالحالة الراهنة الحالية للمنظمة. عقبة الموارد، محدودية الموارد. عقبة الدافع، غياب الدافع عن فريق العمل. العقبة الأساسية، مقاومة أصحاب المصالح والنفوذ الأقوياء. معالجة العقبات الخاصة باستراتيجية المحيط الأزرق. أول حاجة لابد إن الشركة تحدد نطاق السوق. مرحلة التخطيط، تركيز على الصورة الشاملة وليس الأرقام. 4 نسب البيع، توسع إلى قدر الإمكان. تغلب على العقبات التنظيمية. 5 جعل العمل متكاملا مع الاستراتيجية العامة للمنظمة. الحالة العملية للمناقشة وإبداء آرائكم في تلك الحالة. تعمل شركة في صناعة الملابس الجاهزة، كانت تتبع استراتيجية المحيط الأزرق منذ عام 2005، حيث كانت إمكانياتها متوسطة. في عام 2019 أصبحت إمكانياتها كبيرة بفضل نجاح المسؤولين في إدارة أعمالها، إذ حققت أرباح كبيرة وتمتع بمزيج تسويقي جيد، والصورة الذهنية لدى العملاء للشركة طيبة. وبناء على ما سبق، قرروا المسؤولين بهذه الشركة الاتجاه إلى اتباع استراتيجية المحيط الأحمر المطلوب تحت تحديد ما ينبغي عمله لاتباع استراتيجية المحيط الأحمر. وفي ضوء عرض الإطار النظري السابق، مطلوب منك عزيزي الطالب مناقشة هذه الحالة وإبداء رأيك فيها في ضوء العرض النظري السابق.